السلام عليكم متتبعات، كي دايرين؟ بخير على خير. مرحبا بكم في القناة، قناة ألوان سيمان. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال وتكونوا على خير وبخير. مهمة البنات، اليوم غنشارك معكم واحد الملاقية كتجي رائعة وكتكون بحال الشكل ديال الرندة. مهم، أنا عندي هاد الطرف ديال التوب حبكتو، الحبكة البنات، كنزير غرزة حشو سلسلة، غرزة حشو سلسلة بهذه الطريقة حتى نكمل الخيط على 5 شعرات. الخيط المبروم على 5 شعرات، الكروشي نمرة 12 060 باش كنخدم دائما. غندوزو بسم الله باش ندوزو للتطبيق. كناخدو الخيط البنات على 5 شعرات كما كتلاحظو، ثم كنمشيو أول فتحة، كنجبدو الخيط باش نديرو العقدة، كنعقدو هاد الخيط، ثم نفس المكان نفس الفتحة كنخدم غرزة حشو، ثم الفتحة الموالية عفوا كنخدم غرزة حشو الارتفاع ديال 3 سلسلة، ثم كنرجع بين هاد غرز حشو كنخدم غرزة بيكو بهذا الشكل، ثم الفتحة الموالية كنخدم غرزة حشو، ثم الارتفاع ديال 3 سلسلة، كنرجع بين هاد غرز حشو هنايا كنخدم غرزة بيكو، ثم الفتحة الثانية كنخدم غرزة حشو ارتفاع ديال 3 سلسلة، كنرجع كنخدم غرزة بيكو، ثم الفتحة الموالية يعني كل فتحة كنخدم فيها غرزة بيكو. بهذه الطريقة كنرتفع 3 سلسلة، ثم كنرجع للوراء كنخدم غرزة بيكو على هذا الشكل حتى نكمل هذا السطر كامل البنات بغرزة بيكو. كتكون بحال الشكل ديال الرندة في الخدمة، هاد غرز بيكو بحال الشكل ديال الرندة. غنكمل هذا السطر غنكمل هذا السطر ديال غرز بيكو ونرجع معكم، يعني كل فتحة كنخدم فيها غرزة بيكو. خدمة راه ساهلة البنات، والملاقية دغيا كتطلع وسهلة بزاف. هنا البنات كملت هذا السطر كامل بغرز بيكو حتى وصلت لأخير ديال السطر. أنا فايت ليا وحبكت واحد الطرف الثاني، هذا الطرف الثاني، الطرف الأول والطرف الثاني، يعني جوج طروفة خدمت فيهم غرز بيكو. غرز بيكو دابا عندي جوج طروفة ديال توب غرز بيكو. بدات هاد الملاقية ديال الكروميطة راه كاينة في القناة، اللي بغات تخدم هاد الكروميطة بطريقة سهلة جدا البنات ودون اعوجاج، يعني كتجي الخدمة فيها نقية بلا ما تهزي الهم تسربي وعاوتاني ما مقداش ليا لا قد مقاده ليا، يعني طريقة سهلة جدا. تدخل القناة راه كاينة في القناة. مهم نفس الطرف خدمت فيه حتى هاد الملاقية كما قلت لكم، هنا غرز بيكو هنا الوجه البنات، كناخد هاد التبعة والتاني ديال الطرف التاني كنحطو الوجه كنحطو على الوجه، يعني لداخل. هنا دابا عندي لداخل كنحط الخدمة فوق الخدمة كنخدم من لداخل بالطريقة كما كتلاحظوا، الوجه على الوجه، يعني الخدمة كتكون من الداخل. كندخل في غرزة بيكو الأولى هي والطرف الثاني بهذه الطريقة، ثم كنجبد الخيط
عندي العقدة ديال نعقد هذا الخيط. ثم كنعاود نفس الخدمة نفس المكان كنخدم غرزة حشو، ثم واحد السلسلة كنجي لغرزة بيكو الثانية، الغرزة من هذه الجهة الثانية يعني كندخل في غرزة بيكو من الطرف الأول والطرف الثاني، كنجبد الخيط كنخدم غرزة حشو، ثم سلسلة غرزة بيكو بجوج. راه جمعت هما البنات بجوج، لا كتلاحظوا بجوج يعني هنا وهنا بهذه الطريقة. ثم كنخدم واحد السلسلة غرزة بيكو، كندخل في غرزة بيكو اللي في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، يعني كنجمعهم بجوج بغرزة حشو. ثم كنسد غرزة حشو واحد السلسلة، دائما كندير السلسلة علاش باش ما تزيرش لينا الخدمة. كنخدم واحد السلسلة ثم كنجمعها لجوج غرز بيكو دقة واحدة، ثم كنخدم غرزة حشو ثم سلسلة ثم غرز حشو غرزة بيكو بجوج، كنجمعهم بجوج، كنتأكد واش جمعتهم بجوج يعني نفس نفس الضربات. ثم غرزة حشو ثم سلسلة غرزة حشو داخل غرزة بيكو سلسلة ثم غرزة حشو بهذه الطريقة. غرز حشو دائما وسلسلة، هذا السطر كامل غرز حشو غرزة حشو سلسلة غرزة حشو سلسلة. كنجمع هاد الريوس ديال غرز بيكو عفوا بهذه الطريقة، تنكمل هذا السطر كامل. نشوف واش الخدمة هي هذيك، باش تشوفوا غير الخدمة البنات، كتجي الخدمة بحال السفيفة وبحال الشكل ديال الروندا، كتجي خدمة زوينة. دابا غنكمل هذا السطر كامل حتى نوصل لهنايا ونرجع معاكم. انا البنات كملت هذا السطر ديال لقيت بغرزة حشو سلسلة غرزة حشو حتى وصلت النهاية. دابا غنحلها قدامكم باش تشوفوا هي الشكل ديال هاد الملقية، كتجي زوينة البنات غير بغرز بيكو وغرزة حشو، كتجي رائعة ومقادة البنات ما فيهاش تاع اعوجاج. دابا غنصلحها قدامكم ونرجع غنصلحها ونرجع ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي. كتجي راقية زوينة بزاف، كتجي في الجلالب وتجي في القفاط بحال سفيفة بحال الجرانطة، يعني حاجة زوينة ونقية. والسر البنات في هاد الملاقي باش تجيكم ملاقية هو الحبيك، ضروري الحبيك يكون الخدمة ديال الحبيك تكون مقادة. دابا غنصلحها ونرجع. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الملاقية، جات على هاد الشكل البنات، جات زوينة ومقاده ما فيهاش عوجاج كما قلت لكم. السر دائما في الملاقيات البنات اللي كتخدم دائما من الاساس هو الحبيك، ضروري هذه المعلومه تركزوا عليها. الحبيك الحبيك الا جا مقد ومنقي، الا جا مقد كيف ما خدمتي هذه الجهه نفس الخدمه اللي درتي في هذه الجهه، يعني غتجيك الملاقيه مقاده دائما، الضربات تكون متساويه. هذا هو السر ديال هاد الملاقيات، دائما البنات كيتشكاو من الملاقيات ما كيجيهمش مقادين، دائما كيكون العوجاج ولا الديكالاج. البنات دائما انتبهوا، راه السر كيكون دائما في الحبيك.
الحبيك هو الاساس ديال الخدمه. الا الحبيك ما مقادش يعني الضربات ما متساويينش، ضروري غتجيك الديكالاج ولا الاعوجاج. يعني حاول ما امكن تركزوا على الخدمه الحبيك، تخدمي حاولي طب بحال المبتدئه دابا يتعلموا الضربات ديال الحبيك يكون مقاد. يعني كتلقاي شي حبيك شي يطلع شي نازل شي القياس ديال الضربه بين الضربه وضربه كيكون تفاوت ماشي نفس الضربات. يعني حاولوا ما امكن تقادوا الحبيك، هذاك هو السر ديال الملاقيات. المهم نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، شاركتها معكم البنات. الى عجبتكم الملاقيه ديروا خليوا لي لايك ولا تعليق زوين بحالكم. شكرا بزاف. الفيديو المقبل ان شاء الله غنشارك معكم بحال هذه الملاقيه بطريقه جديده وبالعقيق ان شاء الله. انتظروا الفيديو المقبل ان شاء الله والقرميطه بالعقيق بطريقتي الخاصه. وشكرا، خليتكم على خير والى اللقاء.